سبحان الله خالد خالديته وخاطرته اليوم تقول شبك. سبحان الله شوف السيارات الجديدة يا شباب مصر وسوريا كله شبكها من قدام كبير. فأقول حال أهلنا في غزة كذي في شبك شبك كبير وهم موجودين داخل مشبكين والمسلمين يعني نايمين مشخرين. بدال واحد يقول الشخير واحد يقول واحدة تقول النفير. وفي ناس مطبلين وفي ناس أبواق وناس تزمر سبحان الله بالوكالة. بس ها مساء امبارحه ما فهموا عليك كلمه الابواق ما حد عارف يعني عليها. قول ما شاء الله. لا بس هي سياسه بحرها كبير بس هي المسلمين مشبكين سبحان الله العظيم. امه يعني كبيره فادعوا ربكم اليوم الجمعه 5 ربيع الاخر 1445 موافق 20/10/2023 اكتوبر دوله الكويت الحبيبه دار الصباح. ادعوا ربكم ان اهل غزه يكون الله لهم حامي ويكون شبكهم ملائكي. قولوا امين. اللهم امين. واللي شبكنا يخلصنا الله سبحانه وتعالى جل في علاه. شنو نقول عن وكم من فئه قليله انقلبت فئه كثيره من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بدر وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. استاذ الصوفيه قدس الله سرهم كانوا وهم كل شبكهم ذكر الله والصلاة على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. ويعقوب سيد يوسف هاشم سيد عبد الرفاع الوزير نائب شيخ الطريقة رفع السوي بدرسه كان كله يدعم ويؤكد على أن الصوفية هم المجاهدون. فكوا الشبك مو بس تخشوا بالقفص. كل واحد يقول عاوز أخش القفص. لا عايزين القفص الذهبي عايزين القفص الذهبي والاسد يا رب. المسلمين يعني مثل الاسد اللي في الشبك متى يطلق الله اعلم. شبك شبكوه.